للإنسان حق في التمتع ببيئة ملائمة للعيش، ينعم فيها بكل سبل الراحة وتنعدم منها كل معكرات صفو الحياة. فإن وجد في محيطه ما قد يؤثر عليه سلباً، انعكس ذلك على صحته النفسية والبدنية وإنتاجيته في المجتمع. ومع تفشي هذا الأثر السلبي بين الأفراد، يختل توازن المعادلة ويبدأ تفشي الأضرار. وهذا الأمر بالإمكان تجنبه منذ البداية، وذلك بمجرد الاعتراف بأن هذه المسألة هي بالأصل مشكلة. اليوم احنا نعيش بين مكونات كثيرة ترسم لنا واقعنا ومحيطنا، بنايات وبيوت ومكاتب وغيرها. بمشاويرنا اليومية نشوف وايد أشياء، ننتبه على بعضها ونغفل عن بعضها. جزء كبير من روتيننا اليومي احنا رسمنا وهندسنا تفاصيله، أو ممكن تعودنا وجوده بحياتنا. بيتك، دوامك، طريقك اليومي اللي تمر فيه. طيب، إذا صار عندك مشوار جديد ورحت مكان أول مرة تزوره، بتبدأ تنتبه على التفاصيل اللي في هذا المكان، لون الصبغ، نظافته، ترتيب المكان. الصورة الأولى اللي بتشوفها بهالمشوار بتعطيك انطباع معين، ساعات يكون صغير هذا الانطباع حتى ما تلاحظ إن له أثر، وساعات يكون وايد واضح وسيء لدرجة تزعجك. إذا كان مزعج لك أو لغيرك فهو يعتبر تلوث بصري بالنسبة للي ينزعج منه. التلوث البصري مو مجرد مناظر مزعجة نشوفها قدامنا وتعدي وخلاص، أحياناً لها تأثير ما ندري عنه ولا حتى ننتبه إن هذا التلوث هو السبب فيه. فالصورة اللي نشوفها بعيوننا بيومياتنا لها تأثير علينا، وإذا نبي هالأثر يكون إيجابي فاللي نشوفه لازم يكون إيجابي. نتابع هالتقرير ونرجع نكمل معاكم. عند طرح تساؤل للعامة بشأن أنواع التلوث التي يعيشها الإنسان على كوكب الأرض، ستجد تكراراً في الإجابات يتعلق بتلوث الهواء والبحار وربما التلوث بالإشعاع. لكن هل هذه الأنواع هي الوحيدة في هذا الملف؟ أليس التلوث البصري جزءاً من هذه الملوثات التي تؤثر في الإنسان وتنعكس عليه بشكل سلبي، ما يجعله مشكلة تحتاج لحل في الأساس؟ أثبتت دراسات عديدة أن العيش في بيئة محاطة بمناظر مزعجة للعين أمر قد يعود بضرر على الإنسان، لذلك زاد الحرص من قبل الجهات المنظمة والأفراد على مستوى العالم على جعل محيط الإنسان صالحاً للنظر. ولعل ما قد يكون حولنا هو السبب لبعض ما يعانيه الأفراد من قلق وتوتر ومشكلات في الرؤية، أو ما يعد امتداداً لها من أضرار صحية أخرى. فإن كان المحيط الذي نراه يؤثر على صحتنا سلباً فهو ملوث، والتلوث مشكلة تحتاج لحل. مشاهدينا، بخصوص حوارنا اليوم عن التلوث البصري وأهمية الاهتمام بهذا الملف المهم، ينضم لنا عبر الهاتف عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال. مساء الخير دكتور، وحياك الله في ماذا بعد. مساء الخير أخت أنوار، وسعيد بأن أكون معكم اليوم في هذا اللقاء. يا هلا ومرحبا دكتور. بالبداية نبي نتكلم عن الأهمية اللي يوليها المجلس البلدي لمسألة التلوث البصري. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على التقرير اللي بالبداية واللي وضح بأن التلوث البصري هو كل ما يزعج العين، فكل تشويه في المنظر العام هو يعتبر تلوث بصري. وقاعد نشوف بأن هناك تشويه في أماكن كثيرة متعلقة في أمور البلدية اللي هي في الشوارع، في المباني وميادين وغيرها. فالآن احنا الدور من المجلس البلدي هو طبعا جانب تشريعي لبلدية الكويت، ومثل ما ندري بأن البلدية الكويت لها مهام كثيرة تتعلق في البناء والتخطيط العمراني والنظافة، الإعلانات اللي قاعد نشوفها، كل هذين اللي ذكرناهم وبالإضافة إلى أنشطة أخرى هي فيها تلوث بصري إن لم يتم استخدامه بالطريقة الصحيحة.
بإقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية من اختصاصات المجلس البلدي، وأيضا تقديم الاقتراحات وكل ما يساعد على تطبيق خلينا نقول هذه اللوائح والقوانين والنظم، نعم، وإقرارها بطريقة صحيحة. طيب دكتور حسن، يعني بنتكلم عن المبادرات خلينا نقول القائمة حاليا واللي تسعى لحل هذه المشكلة وتحسين مظاهر البلاد. الآن احنا عندنا تقريبا يعني خلال العقدين او الثلاثة السابقين لقينا تطور عمراني كبير في الكويت. فخلال هالتطور العمراني لقينا ايضا بنية مباني تجارية واستثمارية وحكومية كثيرة. بالإضافة الى خلينا نقول المدن الإسكانية، بس خلينا المدن الإسكانية على بالنهاية. احنا هذه المباني يعني قاعد تصمم بطريقة بعضها لا تراعي اشتراطات خلينا نقول البيئية والفعلية بما يتناسب مع أجواء الكويت. فركزنا على موضوع الهوية المعمارية للمباني في دولة الكويت. الهوية المعمارية عادة في جميع الدول تعطي يعني صورة وتعكس الهوية لحضارة والتطور وثقافة فعلاً. كل مجتمع. فإحنا في هال يعني في هذا المقترح يعني تقدمنا فيه بأن تشكل لجنة عليا من البلدية ومن المختصين في العمارة والتراث وغيرها على مستوى دولة الكويت لكي تنظم عملية خلينا نقول عدم حصول هذا النوع من التلوث البصري، بالإضافة إلى استخدام مواد بناء واستخدام الحداثة والإبداع في التصاميم في أي مبنى بيصير. لا ما يجوز بأن واحد يبي يبني له مبنى 40 50 60 دور في قلب العاصمة اللي تعتبر على سبيل المثال موقع مميز، بأن لا توجد يعني مراقبة ومراجعة بشكل دقيق بما يعكس على هوية هذا الموقع. فبالكويت ندري بأن كل بقعة لها تاريخ وتراث وهوية. العاصمة لها شيء، المنطقة الجنوبية، الجهرة، كل محافظة لها. فإحنا نحتاج من الخبراء بأن والمختصين في هذا الجانب بأن نحدد هذه الهوية ونقلل من هذا التلوث البصر اللي شفناه. هذا جانب طبعا العمارة فيما يبنى جديدنا. وأيضا عندنا جانب آخر اللي هو الإهمال في بعض المباني القديمة اللي قاعد نشوفها، يعني يعني مباني صار لها 50-60 سنة يعني مجهول يعني مهملة ومتهالكة تشوه المنظر العام وغير آمنة إنشائيا، ما زالت قائمة ومو مصورة، لها خطر طبعا إنشائي على المارة وغيرها، ما زالت موجودة في العاصمة وفي مناطق أخرى أساسية تجارية وغيرها. فيجب على البلدية أن تطبق قوانينها ولوائحها وتكون صارمة في هذا الجانب. هذا من جانب نقول مباني القائمة. وقمنا بدور آخر أيضا في المجلس البلدي بأن نشوف لنا الطريقة بأن نحفز أصحاب المباني الملاك المباني التجارية والاستثمارية اللي مهملينها، ماذا نستطيع أن نفعل لكي نحفزهم على أن يهدمون ويبنون بالطريقة التي تتناسب مع الموقع مع الظروف خلينا نقول الاقتصادية وغيرها، لأن كل هذه أمور تتأخر فيما بينها يعني. نعم. طيب دكتور حسن، يعني من خلال رصدكم أكيد ومتابعتكم، باعتقادك دكتور أين يكمن الخلل واللي من خلاله تتفشى هذه المشكلة اللي قاعد نشوفها وقاعد نواجهها؟ الخلل في أول خلل يعني يكون من جانب بلدية الكويت، لابد بالبلدية بأن تكون صارمة وقوانينها تكون رادعة. يعني لا يجوز التهاون وعدم تطبيق قوانين الحفاظ على الواجهات المباني. ما يصير المبنى هذا الواجهة المبنى ملك الجميع، مو ملك مالك العقار، ملك كل من يمر في هالشارع وفي هالطريق، كل من يرى الواجهة ملكه. في هذا الجانب لازم نركز على هالموضوع، فالحزم في تطبيق قوانينها. مثل ما قلت أنا نقطة أخرى، تحفيز الملاك، شلون نقدر نحفزهم بأن يبنون، وأيضا نضع قيود معينة لكي يستطيعون بأن يطبقون وينفذون لوائح البناء وكودات البناء بالطريقة الصحيحة في الكويت. بالنهاية هذا مستثمر يبي يضع مبلغ. فإحنا يعني تواصلنا في المجلس البلدي مع البعض كان له دور، ونتأمل بأن هم أيضا يكون لهم دور في المبادرة في تقديم الاقتراحات. وأنا عندي جانب آخر اللي هي المباني الحكومية، نستطيع أن نعمل عليها كنترول يعني. فيجب على المباني الحكومية بأن تبني مبانيها بطريقة تحافظ على خلينا نقول تقنيات حديثة وهوية معمارية تتناسب مثل ما قلنا
مع البيئة الكويتية وتستخدم مواد بناء تتناسب مع الظروف الجوية القاسية. فخلنا نأخذ المبادرة في المبادرة الحكومية، بعدين محفزات والبلدية دورها خلينا نقول تطبيق القوانين والصرامة وتعديل اقتراحات أو خلينا نقول تطوير اللوائح إن تطلب الأمر. يعني باعتقادك دكتور إحنا في حاجة لتشريع قوانين تنظم العملية بشكل أكثر صرامة؟ لا، لوائح البناء موجودة ولكن فعلا تحتاج إلى تكون رادعة وقاسية. يعني إحنا ما نبي كل نعاقب فقط، يعني نبي أيضا نعاقب بنفس، يعني نكون شديدين في الرقابة وال في تطبيق هذه القوانين. نعم. بالإضافة إلى أن نخلي منفذ آخر، بما أن الظروف الاقتصادية والحاجيات تختلف من وقت إلى آخر من حقبة إلى أخرى، تكون نوع من المرونة أيضا في اللوائح بما يتناسب مع حاجيات الملاك وأيضا مباني الحكومية، ونقدر ندخل بعدين على المباني والمدن الإسكانية. نعم. طيب دكتور حسن، يعني هل يمكن تعتقد اعتماد ممكن نقول تصاميم أو ألوان موحدة للمباني والبيوت للحد من هذا التلوث البصري، أم يعتبر هذا الأمر تدخل في حريات الأفراد باعتقادك؟ لا، من الممكن، وتقدم عدد من الأعضاء يعني في المجلس البلدي باقتراحات لتوحيد الألوان الخارجية. نعم. الرد كان يعني ببساطة للبيوت السكن الخاص بأن هناك تدخل في الحريات، يعني ونعطي مجال للبناء. احنا يعني مثل ما قلنا السكن الخاص مهم ولازم نركز عليه، لان الان عندنا تطور كبير جاي، عندنا مدن قاعد تبنى، متوقعين يعني بناء اكثر من 90,000 وحده سكنيه يعني خلال الفتره القادمه. مدينه المطلع، مدينه صباح الاحمد، جنوب صباح الاحمد، مدينه الشيخ نواف، عده مدن. لابد ان نضع احنا لوائحنا ونحاول نحفز الناس على استخدام الألوان وأيضا المواد للواجهات الخارجية. نعم. ومثل ما قلت هوية معينة تساعد أنك تخلي هالمكان هذا لطابع يتعلق باسم الكويت. نعم. فإحنا مواد نقدر نخلي نوع من الدعم لمواد بناء والألوان معينة للمواطنين بأن يستخدمونها، وهذا نوع من التحفيز أيضا. هوني دور البلدية ودور مؤسسة العامة للرعاية السكنية، بس الدور الأكبر حق المباني خلينا نقول التجارية والاستثمارية والحكومية يقع على الدولة والمباني الحكومية. وأدعو مرة أخرى، يجب أن نعمل لجنة معمارية تحافظ على الهوية المعمارية لدولة الكويت على مستوى الدولة، ويكون لها القرار، وكل المباني التي تكون في داخل خلينا نقول العاصمة أو مباني حكومية بمساحة معينة لابد أن تمر عبر هذه اللجنة لكي تحدد الهوية بشكل عام. نعم، كل الشكر لك عضو المجلس البلدي دكتور حسن كمال، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة دكتور. شكرا لك مادة. مشاهدينا، أحيانا نمر في مواقع كثيرة بحياتنا وننبهر بجمالها، والعكس كذلك، لما نشوف أشياء عشوائية ومو مرتبة وما هي جميلة ننزعج، ولا إراديا تتأثر نفسيتنا، ولأن النفس تحب الشيء الجميل والعين إيه اللي تعطيك الانطباع الأول عن أي شيء تشوفه. لازم يكون عندنا حرص على الترتيب والتنظيم، وهالشيء حتى لو ما نحس بأهميته إلا أنه بيفرق ويانا بوايد أشياء. نتابع التقرير ونكمل معكم. طبعاً الجو يجيب السعادة، وفكرة إن إحنا نتمشى في مثل هالأماكن تساعد في تحسين المزاج والحالة النفسية. نصور هني ولا هني؟ خلال يومنا نمر في أماكن كثيرة، من البيت للدوام للأماكن العامة. شكل، ترتيب، ألوان ونظافة هالأماكن تنعكس علينا نفسياً سلباً كان أو إيجاباً. هذا المكان الجميل تقريباً نص بنات الكويت صورت فيه، وفي أمثلة مشابهة وجميلة في مناطق مثل شويخ والعارضية والمباركية وغيرها. عندنا فنانين مبدعين برسم الجداريات واللي تترك انطباع جميل جداً في المكان والنفسية. علمياً الألوان ووجود اللوحات يساعد على تحسين المزاج، وفي مستشفيات حول العالم تعتمد على اللوحات والفنون في تحسين نفسية المرضى. هذا المكان يختصر فكرة التلوث البصري. شايفين النغلة شلون؟
تنتشر مثل هذه المظاهر المؤسفة في مناطق مختلفة مثل بنيد القار، خيطان، جليب الشيوخ، وتنتشر مباني قديمة ومهجورة. سلوكيات فردية تتسبب في الفوضى في واجهة المباني السكنية، هذا غير المخلفات. يعني لو بوصف لكم الوضع، يعني ملابس مقطوطة، ثلاجة، تكييف. وبحسب الدراسات مثل هالأماكن لها آثار نفسية مثل التوتر والقلق المزمن، وممكن يوصل إلى مشاكل في النوم، خصوصاً إذا التلوث البصري بشكل يومي بالبيت أو العمل أو الأماكن العامة. اليوم حاولنا ناخذكم في تجربة بين الجمال البصري والتلوث البصري، والحين نرجع للاستديو لزميلتي أنوار مراد. مستمرين معكم مشاهدينا، وللحديث أكثر بخصوص التلوث البصري تنضم لنا عبر الهاتف السيدة جنان بهزاد، الأمين العام للجمعية الكويتية لحماية البيئة. مساء الخير وحياة الله معنا سيدة جنان. مساء النور، الله يحييك، يا هلا والله. يعني من بين الملفات اللي ترصدونها بشأن التلوث، خلينا نتكلم عن ما هو تقييمكم لحالة التلوث البصري عندنا في الكويت. أول شيء خلينا نعرف التلوث البصري نفس ما عرفه قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 والمعدل عليه بالقانون رقم 99. نعم. من التعريف هو تشويه لأي منظر تقع عليه عين الإنسان ويشعر معه بعدم الارتياح، وهو نوع من أنواع اختفاء الصورة الجمالية للمناظر الطبيعية. ومن أمثلته اللي مثل ما كان قبل شوي في التقرير اللي عرضتوه، النفايات، المباني الغير منظمة، العمارة غير المنظمة، اللوحات، الإعلانات العشوائية. وأترك لكم أنتوا التفكير والتقييم إيش كثر عندنا ممكن يكون بناء على هذا التعريف إزعاج أو تلوث بصري في الشوارع. طبعا الأمر يعني مختلف من مكان إلى آخر على حسب يعني المنطقة أو على حسب المكان اللي إحنا نبي نقيمه. نعم. فما نقدر نقول يعني بشكل عام عندنا تلوث أو ما عندنا تلوث بصري، وبكل الحالات هو أمر بسيط وحلوله متاحة. طيب يعني سيدة جنان، إذا أردنا تحديد نقول ممكن أبرز مظاهر التلوث البصري اللي عندنا بالكويت فيما تتمثل؟ أعتقد أن الكل متفق على أن مظاهر التلوث البصري عندنا محصورة في المشهد العمراني للمدينة. نفس ما تفضل قبل شوي دكتور حسن كمال شرح بشكل مبسط وجميل جدا المباني، التوزيع الغير متناسق للبنايات، الألوان والأشكال والأحجام المختلفة اللي قد تندرج ضمن التلوث البصري بشكل عام. ولكن إذا بنروح على شيء يكون له تشويش بصري، عندنا مثلا في بعض المناطق السكنية الناس تلاحظ أماكن أو مساحات خالية مهملة بجانب البيوت، يكون فيها مثلا تجمع غير قانوني للسيارات أو للنفايات عزكم الله. إذا نبي نطلع على الأماكن المفتوحة ونربط هذا الشيء بالجانب البيئي، راح نشوف إن إحنا عندنا قلة غطاء نباتي اللي عرفها القانون اختفاء الصورة الجمالية للمناظر الطبيعية. عندنا مساحات كبيرة في الشوارع مخصصة للزراعة التجميلية، إحنا نشوفها يعني عارية من النباتات ومن اللون الأخضر، ونشوف أحياناً وكثير من الأوقات في المناطق المفتوحة خاصة البرية والبحرية النفايات المتطايرة أو أكياس البلاستيك، خاصة مثلاً في وقت الويكند يصير في جهل من بعض المرتادين الشواطئ، أو يعني الحين إن شاء الله إحنا مقبلين على موسم التخييم، فيكون في مثلا مجموعة من النفايات المهملة اللي ما تعاملوا معها يعني بشكل سليم. طيب شنو الحل يعني برأيك؟ ما هي أبرز نقول إجراءات وسبل الحد ممكن من تفشي مظاهر التلوث البصري اللي موجود عندنا بالكويت؟ الموضوع بسيط جدا، يحتاج فقط إلى تحسين السلوك البيئي اليومي والتعامل مباشرة معهم. أرجع مرة ثانية حق القانون في المادة 172 اللي قالت أنه يجوز لكل مواطن
اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة لتنفيذ أحكام قانون البيئة. لكل مواطن الحق في أنه هو يروح يشتكي على أي مظهر ما يعجبه وتتعامل مع الهيئة القضائية بشكل أو آخر. أبي أرجع حق مشكلة المباني اللي تكلمنا عنها في البداية. أيضا القانون وضع لها حل في المادة 127، حيث ألزم أصحاب العقار بالدولة بتحسين وضع العقار بترميم الواجهات بما يمنع التلوث البصري. يعني القانون شدد على أهمية التلوث البصري وتحسين المظهر العام، وألزم الجهة المختصة بالتعاون مع الهيئة بوضع اشتراطات تفصيلية لهذه المادة في اللائحة. إذن في اهتمام كبير للشكل الخارجي والتلوث البصري وتحسين جودة الحياة والبيئة. نعم. طيب سيدة جنان، يعني هل هذا الملف بحاجة لتسليط الضوء عليه أكثر، أم أن المسألة ليست بهذا الحجم مثل ما يقول البعض؟ والله أعتقد أن ما هي في هذا الحجم، ولكن إحنا بالأكيد نطلع حق الأحسن ودائما نطمح حق الأحسن. التلوث البصري هو أحد أشكال التلوث اللي ما تقل خطورة عن أنواع التلوث الأخرى، ويعني الريبورتاج اللي حطته وايد حلو، كان فيه الأسباب اللي ممكن يعني الانعكاسات السلبية على الفرد الناتجة عن مثل هذا النوع من التلوث، بالأخص الصحة النفسية والعقلية نفس ما تفضلتوا. من المهم الانتباه لها أن كل فرد له مسؤولية نابعة من المواطنة البيئية، كل إنسان له حق في أنه يعيش في بيئة ذات جودة عالية، والاهتمام بالترتيب وتناسق المحيط اللي حواليه. ويأتي طبعا بالتأكيد دور الحكومة والمنظمات منظمات المجتمع المدني اللي عليها أيضا اتخاذ إجراءات لتقليل جميع أشكال التلوث في دولة الكويت، بالإضافة إلى التلوث طبعا البصري، ودون ما نقلل طبعا من شان أي نوع من أنواع الأنواع الأخرى من التلوث. نعم. كل الشكر لك السيدة جنان بهزاد، الأمينة العام للجمعية الكويتية لحماية البيئة، شكرا لك على هذه المداخلة. حياك الله. الله يسلمك. مشاهدينا، كثير من الناس ينظرون للتلوث البصري بآراء مختلفة. البعض يعطيه أهمية كبيرة، والبعض يقول إنه شيء ثانوي وبسيط. لكن بشكل عام ما حد فينا يحب يشوف الشيء المزعج ويفضله على الشيء المرتب واللي مهتمين في تفاصيله. ترى هذا النوع من التلوث ما يأثر بس على نفسياتنا، ممكن يكون له أضرار طبية ثانية في بعض أشكاله وتفاصيله. خلونا نشوف هذا التقرير ونكمل معاكم برنامجنا. شنو تعرف عن التلوث البصري؟ مناظر مزعجة مثلا، الألوان البيوت أو العماير اللي تكون متشابهة. التلوث تلوث معروف، والبصري من العيون، يعني شو اللي يضر عيونك. الإعلانات التجارية واللافتات تزعج عينك أو تعطي للشارع حياة وزينة؟ لا، الإعلانات التجارية صراحة مزعجة وما تعطي زينة. تشتت الانتباه بس الموضوع موضوع تجاري فقط لا غير. بالطرق وكثرتها لا، أنا أشوفها مشتتة للانتباه صراحة جدا، يعني حتى إذا واحد يكون مثلا سايق سيارة ولا شيء، فهذا مشتت الانتباه فيها خطر يعني على حياة الناس. يعني كل عضو في جسم الإنسان مزعج من هالأمور اللي نشوفها، ألوان غير متناسقة ولا عمارات عشوائية. اللوحات الإعلانية اللي على يمين الشارع، هذه لوحات يعني نقول مرتبة ومنظمة، وبالعكس فيها راحة للعين وليس إزعاج. أنا أشوفها جذب انتباه ومفيدة، يعني ما تجلب الانتباه، هذه تجي تحت التلوث البصري إذا كانت بكثرتها، خصوصا إذا كان نفس الشركة أو نفس المنتج في شارع واحد في 4-5 إعلانات في نفس المنتج، هذا ما هو ما راح يستفيد، وانا ما راح يشدني. في اشياء يعني جميله، يعني تعبير ولا رسمه حلوه ولا مثلا منظر طبيعي، وفي لا الاشياء اللي مو حلوه التخريب، هذه مزعجه للعين طبعا. مرات تعطي الشارع حياه زينه، ومرات تزعج العين اذا كانت كثره وايد، واذا كانت الالوان مو متناسقه راح تزعج عيني. نتمنى انه يكون في قانون حق هالشيء هذا. يعني مو شيء ايجابي ابدا انا اشوفه، خصوصا اذا كان منثر بكل مكان، انت ما تدرين تطلعين الشارع ولا تشوفين يمين ولا يسار ولا تقرين اللي مكتوب. تتوقع الإعلانات الموجودة في الشارع لها ضرر للعين ولا لا؟
والله انا لا ما اعتقد لها ضرر للعين. انت يعني انت هي فتره يعني مجرد اقل من ثواني انك قاعد تطالعها. اكيد لها ضرر للعين خاصه لكبار السن، ترهق العين ومنظر غير لائق. هي تزعج بس ما تضر العين، ما ترهق العين. يعني يصير في تساؤلات انه ليش، ما له داعي يعني. طبعا لها ضرر اذا شفتيها وايد وما تقدرين تركزين على الشارع اكثر، ووايد اشياء يعني الضوء له ضرر على العين اذا كان وايد ساطع. يعني تتوقع الاعلانات الموجوده في الشارع لها ضرر للعين؟ والله هذه تسالون فيها اخصائي عيون صراحه. انا ما ادري يعني، اكيد طبعا اكيد على حسب، بس هذه يبي لها اخصائي عيون هو اللي جاوب السؤال. الاعلان بشكل عشوائي، والشخص يحط الإعلانة والإضاءة العالية والوهج، وبالتالي يكون ما في تناسق بينهم، يصير ضرر في العين يعني يزعج العين ويجهدها، وقد يؤدي أكثر من هذا، قد يؤدي حتى إلى حوادث. إذا كان في إنسان عنده مشكلة ببصرة، أو إذا كان عنده مثلا خلينا نقول بداية ماي أبيض، ممكن يصير عنده وهج داخل عينه ويشوف صورة مع خيال، ممكن يؤدي إلى أنه ما يصدم شيء وما يشوف مطبة ولا شيء ويطيح في مكان ويؤدي إلى حادث. الدراسات بينت أن فقط على الحيوانات التأثير موجود، ولكن على العين الإنسان ما بينت إلا على الناس اللي هم كبار بالسن، يكون عندهم مرض شيخوخة الشبكية، أو الناس اللي عندهم أمراض وراثية كالعشاء الليلي يتسرع في تدهور الإبصار عندهم إذا تعرضوا لإجراءات عالية ومدة طويلة من الإضاءة الصناعية. ما في شك أن المباني اللي احنا نشوفها اللي خاصه تحتوي على اسطح عاكسه فيها زجاج، هذه تكون مزعجه سواء بالليل او بالنهار. ايضا الاضاءه اللي تكون مو محسوبه ممكن تكون اضاءه يعني من الاعلانات علشان تثير الانتباه، تصير فيها اضاءه وهج زايد وكذا، بالتالي تتعب العين منها ما في شك. يعني هذه اشياء تعتبر مثلها مثل التلوث السمعي، مثل التلوث الجهاز التنفسي بالهواء. ايضا احنا قمنا نلاحظ ان التلوث اللي ناتج عن الاضواء ايضا يؤدي الى تعب الانسان، ولها دور ايضا في صحته بشكل عام. بالنسبه للتلوث ممكن الاقلال منه سواء اذا كان خارجي او داخلي بالبيت، يعني الشخص نفسه اذا كان خارجي هو ممكن تحط اللي هو الاضاءه تكون تتركز على الشارع وما في داعي تطلع للسماء، فممكن تحط اسطح عاكسه على الاضاءات على اساس تعكسها الى الارض الى السطح عشان الناس تستفيد منها. وشيء ثاني ان تحط دور مدارها اطار يعمل مثل الدفيوزر او الفلتر عشان لا يقلل الوهج من الضوء ويوزع الضوء بشكل متناسق على محيط الاضاءه. الشيء الثالث انه المفروض يكون فيها تايمر بحيث انه ما تشتغل الا يكون في وقت الحاجه حق الاضاءه. ونستخدم نوعية الأضواء اللي أقل استخدام واستهلاك للطاقة، وبالتالي تكون تفيد البيئة وتحافظ على الثروة. رجعنا لكم مشاهدينا للحديث أكثر بشأن حلقتنا اليوم عن التلوث البصري، وعشان نتناول أثره على نفسياتنا بشكل خاص ينضم لنا بالاستديو استشاري العلاج والتأهيل النفسي الدكتور عباس الطارح. مساء الخير دكتور، حياك الله. مساء النور يا اختي، يا مرحبا. دكتور يعني بالبداية موضوع حلقتنا اليوم عن التلوث البصري، نبي نتكلم عن أهم أثار هذا التلوث يعني ممكن بشكل نفسي، وأبي أعرف دكتور يعني هل ممكن هذه الآثار الكل يحس فيها ولا تختص بأشخاص معينين؟ نعم، وبالنسبة للتلوث البصري يعني دماغ الإنسان يعني يحتوي على 89 مليار خلية عصبية. دماغ الإنسان له قدرة عجيبة على التكيف مع كل المثيرات اللي تدش على من خلال الحواس الخمس، بالإضافة طبعا البصر. في حالة وجود تلوث بصري يعني صور مقززة أو صور غير منظمة، هذه تأثر على الدماغ وتعطي إشارات للجهاز وتعطي وهن عصبي مع الوقت، بس ما يكون في كثرة تعرض. يعني أنا ماشي كل يوم طريق معين أشوف مثلا تكرمون القمامة أو أسلاك كهرباء أو حفريات أو ما شابه ذلك، أو اتجاهات يعني تحويلات بالشارع لصيانة الشوارع مثلا، هذه تأثر وتعطي نوع من الضغوط النفسية. يعني يتشرب الإنسان يوميا ضغوط نفسية بنسب معينة مع فترة من الزمن، يعني قد تمتد إلى بعض السنوات أو حين حسب كل يعني أيضا يعني الضغط النفسي يأثر من شخص إلى آخر.
نفس المناعة اللي بالجسم في مناعة نفسية أيضا تأثر من شخص إلى آخر. في ناس تتأذى بسرعة ويعني ما تعبر، وفي ناس تعبر وممكن تحتوي هذا الموضوع بأنه تتكيف، أن تقنع روحه أن هذا شيء يعني مؤقت. مثلا إذا عنده القدرة أن يغير يقدر يغير، يعني مثلا يشيل شيء مثلا. لكن في أكثر الأحيان نشوف التلوث البصري يعني موجود في المساحات، في الفراغات، موجود في عدم التنسيق المعماري. نعم. مثل ما تفضلوا الإخوان، الألوان أيضا، عدم تناسق الألوان، هذه كلها تأثر على العين وتعطي نوع من الضيق ونوع من عدم الارتياح. إذا في تعرض شديد باستمرار يأثر على نفسية الواحد، ويأثر حتى على قراراته. يعني إذا خلينا نقول يعمل على تشتت التركيز في بيئة العمل مثلا، إذا الطاولات مثلا مو منتظمة أو الملفات تقلل من الإنتاجية وتزيد من الأخطاء. عشان كذي أيضا الألوان لها دور، مثل اللون الأزرق وايد مريح للموظفين. نعم. ويزيد الإنتاجية أيضا. اللون الأزرق حتى نسمع دائما يعني ألوان غرف الأطفال لازم. نعم. تكون بألوان معينة. نعم. بتعدوا عن الأصفر. اللون الأحمر يعطي طاقة كبيرة بس يرفع ضغط الدم. فالألوان أيضا لها دور تأثر. يعني في ألوان تريح، الألوان الباردة، وفي ألوان الدافئة لها استخدامات معينة. فالتلوث البصري يعمل إلى تشتت التركيز، يعمل على التوتر، يزيد من التوتر، وفي دراسات ربطت بين التوتر وبين الفراغات المكانية والملوثات البصرية. نعم. فتزيد من التوتر الفرد. نعم. عشان كذي نشوف أيضا في ازدحام المرور، نشوف أيضا كل واحد تلقين حاط إيده على الهرن. ليش؟ إنه هو هذا نوع من التنفيس. نوع من التنفيس والتفريغ الانفعالي عساس يقلل من الضغط على نفسه. طيب فهذه كلها تأثر يعني على دكتور، يعني مثل ما ذكرت أن التلوث البصري ممكن يؤدي إلى القلق ويؤدي إلى التوتر في بعض الأحيان. هل هو عامل بحد ذاته، ولا هو نقول عامل مكمل لعوامل أخرى ممكن تأثر على الفرد؟ لا، شوفي، بالنسبة للإنسان ما في عامل واحد نقدر نركز عليه ونحطه كشماعة. في دائما الإنسان في يعني عدد من العوامل، عدة عوامل تأثر إنه يوصل واحد مرحلة مثل القلق أو التوتر شديد أو الهياج أو العصبية. في هذه الناحية يعني قد يكون مثلا التاريخ، تاريخ الشخص مثلا المرضي له دور. يعني في ناس دائما قلقين باستمرار، وفي ناس أيضا عندهم اضطراب، يعني على طول تلقى يتوتر بسرعة وصير عنده اضطراب. في ناس مثلا عنده مثلا الحساسية انفعالية، حساس لأتفه الأمور، أي شيء يعني يأثر فيه، أي إشارة من شخصين ممكن يفتكر أن هذا هو يقصد فيه. ففي ناس عندهم حساسية انفعالية. نعم. يعني أي موضوع يغلفه غلاف انفعالي، وهذا هذه هي المشكلة. هذا النوعية هذه هي دائما متأزمة، والنوعية هذه دائما هي يعني حوش الأمراض ومناعتها ضعيفة. ليش؟ لأنها تأخذ كم كبير من الضغوط باستمرار وما تقدر تعبر عنها، أو أحيانا تكبت. والكبت أيضا يولد الانفجار بعد فترة على شكل أمراض سيكوسوماتية أو يسمونها النفسية الجسدية. نعم. طيب دكتور، يعني هل ممكن التلوث البصري نقول يختلف من شخص إلى آخر؟ ممكن أنا أشوف هذا الشيء أو هذا المبنى على سبيل المثال. نعم. بالنسبة لي تلوث بصري، بالنسبة لغيري ممكن يشوف أنه عادي، بالعكس يعني ما يحس بالضبط. أنه تلوث بصري، لكن في أشياء ثابتة. يعني أكيد دكتور في أشياء ثابتة الكل ينزعج منها، يعني هل فعلا هذا الكلام؟ نعم، مثل ما قلت لك، يعني هي ترجع لخبرات الشخص. يعني يعني دائما احنا يعني استيعابنا المحيط الخارجي يختلف من شخص الى اخر، عشان في فروق فرديه. يعني الحواس الخمس اللي ناخذها تينا المثيرات منها حق الدماغ، طريقه تعامل الدماغ للمثيرات هذه والصور الذهنيه والرموز والمعلومات تختلف ايضا من شخص الى اخر حسب خبراته، حسب طبعا المواقف اللي مر فيها، مواقف سلبيه، مواقف ايجابيه، هذه تأثر. فبالتالي اتخاذ القرار يختلف من شخص إلى آخر. فهني فعلا في بعض الأمور الكل متفق معها، في بعض الأمور في ناس تتكيف معها تعطيها مثل مبررات، في بعض الأشخاص الثانيين لا، يعني دائما يكون متوتر ويعني ينتقد بشدة مثلا جهات معينة. وهذا خاصة الحين تلوث البصري، يعني ما نقدر نقول مثلا مؤسسة أو هي عملية مجتمعية. يعني هي
يعني مسؤولية مجتمعية بين الأفراد وبين المؤسسات. يعني المؤسسات مو مقصرة، قام بدوره، وفي قوانين يعني يمكن بعض القوانين يبي لها تفعيل، يمكن بعض القوانين أو بعض الجهات ما تبي تتدخل أيضا ب يعني بالخصوصيات الأفراد، خاصة اللي يبنون على حسابهم بعض المساكن. لكن التوحيد يعني في كثير من الدول واجهات المباني تكون متشابهة، الدرايش مثلا الألوان تكون متناسقة، فهذه وايد تريح يعني نفسية الأشخاص، وهم رايحين الدوام وهم رادين وهكذا. طيب دكتور، هل ممكن أن الشخص نقول يتعود مثل ما ذكرت على التلوث البصري، ويعني ويوصل لدرجة أنه حتى ما قام يأثر عليه بشكل سلبي؟ يعني على سبيل المثال بنيويورك تايم سكوير، يعني مكان في البعض يقول أنه مكان مزعج، ومكان ممكن في كمية تلوث بصري رهيبة، البعض يشوفه لا أنه معلم سياحي والكل يتجه له. نعم، شوفي يعني دائما خلي تكون في إعلانات، بس تكون في تنظيم، ويكون في مقابلة مثلا منتزهات أو مناطق خضراء، يعني شيء يغطي على شيء، تناسب يعني. يكون في تناسق ويعني نسبة وتناسب. فممكن يعني اللوحات هذه يشوفها الشخص مثلا، وفي مساره يشوف المنتزه، يشوف مثل البحيرة، فواحدة تغطي عن الثانية. فمشون إيه، فيعني دائما يعني أيضا في تنسيق في المباني، في تنسيق في مثلا في الشوارع، في تنسيق في اللوحات، فهذه أيضا يعني تأثر تأثر يعني بشكل إيجابي إذا شاف مثلا بعض الملوثات البصرية. بس أعتقد يعني في الدول دائما في الدول المتقدمة القوانين يعني شديدة على يعني على المرتادين أو يعني المصممين المباني، وهذا يعني في قوانين لوائح يعني صارمة تجاه يعني الأمور هذه، فبالتالي يعني ما حد يقدر يقوم بالإخلال إلا ضمن لوائح ويعني محددات متفق عليها من يعني جهاز البلدي عندهم ويعني الأجهزة القانونية. طيب دكتور، لنفرض أن تم الاهتمام بهذا الموضوع بشكل كبير عندنا بالبلاد، وتم نقول القضاء على جميع أنواع التلوث البصري عندنا بالكويت، شو اللي راح يتغير في المجتمع؟ بالعكس، راح يكون مجتمع وايد صحي. يعني الصحة النفسية والعقلية وايد مهمين. يعني الحين الصحة النفسية العقلية الدول كثير قاعدة تدفع فيها مبالغ كثيرة مكلفة. ليش؟ لأن يعني العلاج فيها صعب، يعني خاصة الأمراض العقلية. فبالتالي الصحة النفسية اللي هي الصحة النفسية والعقلية وايد مهمين حق الأفراد. يعني الفرد في كل المراحل العمرية يحتاج إلى يعني هواء نقي، يحتاج إلى عدم وجود ملوثات، يحتاج إلى يعني صور بصرية مريحة. لأنه مثل ما قلت لك، أي صورة بصرية مؤذية وملوثة فيها نسبة من الضغط النفسي تشربها الإنسان. مع الوقت ممكن ما يتحمل، يعني مثل ما قلنا في بعض الأشخاص ما عنده المناعة النفسية، فيصير عنده أيضا تلوث نفسي. وهذا يأثر عليه، يأثر على قراراته، يأثر على حياته الاجتماعية، حياته الزوجية، يأثر على حتى يعني قد تصيبه بعض الاضطرابات، قد اتجاهاته تتغير، قد بعض الأشخاص قد ينحو إلى العزلة بسبب يعني بعض الأمور اللي تأثر عليه نفسيا، ومنها التلوث البصري، خاصة إذا كان في تعرض مستمر باستمرار، وخاصة في مثلا أيضا في نوعين، في الفوضى النفسية وفي الآفة النفسية. الآفة البصرية حق المباني والمساحات الكبيرة، الملوثات الكبيرة. نعم. الفوضى البصرية حق يعني مثل تكدس السيارات في مكان معين، المكاتب غير منظمة، أجهزة مبعثرة، هذه كلها تلوث بصري. هذه وايد تأثر على الجسمه. يعني حتى في بعض دراسات اربطت بين التلوث البصري وبين بعض الاضطرابات النفسية والعقلية مع كثرة التعرض. أيضا مثل ما قلنا بعض الألوان إذا شفناه مثل اللون الأحمر، إذا واحد تعرض له باستمرار يرفع الضغط، يعطيه أيضا يعني نوع من النرفزة في النهاية، مع أنه منشط. البرتقالي مريح، الأصفر أيضا مهدئ، الأزرق أيضا مهدئ وأيضا يقلل من درجة الحرارة وهكذا. فممكن نستخدم يعني حتى في المستشفيات، شوف الأطباء يأخذون لبس الأزرق أو الأخضر، هذه تريح المريض. فلازم ننتبه بالألوان، يعني لازم مع مثل الجهاز البلدية مع البيئة ننتبه أيضا حق الألوان اللي فعلا تريح، تعطي
يعني المنظر العام الصحة النفسية، المنظر العام النفسي والجسدي اللي من خلال المباني والتنسيق المعماري. ممكن تأثر حتى على الأطفال دكتور؟ بالضبط، تأثر أيضا مثل ما قلنا، يعني سواء كان طفل أو سواء كان شاب أو كان كبير بالسن، تأثر المناظر هذه وتعطي أيضا انطباع، يعني تكون انطباعات للشخص، لأن هذه تصير في اللاشعور. يعني ماكو شيء واحد يشوفه ينمسح يصير له ديليت في اللاشعور، بالعكس ممكن يتم استدعائه من خلال التنويم في العلاج. ممكن يتم استدعائه ويعني معالجته، لكن سواء كان طفل بدليل يعني في كثير من الفوبيات تكون من الطفولة صارت مع الطفل وبعدين يكبر معاه، تكبر الفوبيا هذه معاه ويقعد يعاني. نعم. فهني يحتاج إلى تدخل علاجي، لكن شنو بدأ معاه يا في الطفولة أو في مرحلة المراهقة. نعم. الطفولة أيضا وايد مهمة. طيب دكتور، هل ممكن يكون عدم الاهتمام بالمنظر يعني هو بالأساس يرجع ممكن لحالة نفسية يعانيها هذا الشخص اللي أدى فيه إلى هذا الموضوع، عدم الاهتمام حتى بشكله الخارجي؟ يمكن هل هذا ممكن يعتبر بعد نوع من أنواع التلوث البصري ممكن؟ والله شوفي، يعني في أيضا دراسات يعني ربطت بين التلوث البصري خصوصا الصور المقززة وبين الاضطرابات، يعني بس هذه تكون دائما اضطرابات شديدة، يعني في ثنائي القطب، في الفصام، يعني تأثر فيهم الصور المقززة وبعض الألوان الحارة تأثر فيهم، فبالتالي دائما النوعية هذه يا يكون عنده اكتئاب شديد أو عنده اضطراب عقلي أنه يهمل نفسه ويهمل لبسه ويهمل يعني أي شيء، بل قد يعرض نفسه للخطر أيضا، فبالتالي هذا يحتاج إلى يعني متابعة عناية وعلاج طبي مكثف يعني. نعم، كل الشكر لك استشاري العلاج والتأهيل النفسي الدكتور عباس الطراح على وجودك معنا اليوم. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا. مشاهدين، البيوت والمناطق والشوارع والمكاتب وغيره وغيره من الأماكن اللي نمر ونعيش فيها هي بيئتنا اللي تشكل مزاجنا وتعكس حتى صفاتنا وتبين فيها مراعاتنا لكل تفاصيل الحياة، والمهم أن نشوف فيها قدرتنا على إعطاء الأشياء أهميتها حسب تأثيرها على الأفراد. اللي يفيد الناس نبيه، واللي يضرهم نأشر عليه ونحله، ما دام أنه يضر ولو بدرجة بسيطة لازم نحله، ولو أن التلوث البصري ما له أضرار ما سموه ولا اعتبروه تلوث. هالشيء يأثر علينا ويأثر على منظر الكويت ومناطقها، ولازم وقفة جادة عشان ينحل. قلنا الكلام وأشرنا على المشكلة، ويبقى سؤالنا ماذا بعد؟ نشوفكم على خير في أمان الله.